ولا الابيض؟ علي عمي ابو الفخر مثل الجبن يا الفت خرجني مخلى الابيض. علي ابو عشاش لك مين هالحرمة اللي ماشي مع رشدي؟ والله يمكن رويدة. لوين رايحين يا ترى؟ يلا اختي عاوزة شيء؟ سلام. امتى اجي اخذه؟ بعد شي ساعه ان شاء الله. خاطرك مع السلامه. مرحبا عقيد. اهلين ابو عجاج شلونك؟ الحمد لله داعي لك. طمني شلون الشغل بالحاصي؟ مستوره والحمد لله. ليك ابو عجاج تقدير بالك منيح، هي امانه والامانه صعبه. ولا يهمك عقيد انا بعجبك. ابو ضاي تربايه ابوك الله يرحمه. تعيش. يلا عاوز شي؟ سلامتك عقيد. الله يسلمك. اذا بدك اي شي بتجي لعندي دغري. كفو والله عقيد انت قد وقدود. السلام عليكم. الله معك. حالي وتنزلي لهون؟ أمك فيقتني مشان أشطف أرض ديار لأنه اليوم عنا استقبال لحريم الحريم الحارم. ليه وينها أمي؟ راحت تشق على سميحة قبل ما يجوا الحريم. أيوة يعني أنتي لحالك هون؟ إيه. وضاح؟ إيه عيون وضاح. هلا بتجي لك. تركي هلا مقشرة من إيديك وطلعي ناويني وعي. يا الله هلا بتجي عمتي ما بتلاقيني مخلصة شطوف. عم قل لك اطلعي يعني اطلعي. ابن عمي انا ما بدي حدا بالحاره يجيب معدلنا بالعاطل. يعني شو بدهم يقولوا وهو بنت الويلاتي عم تروح وتجي وتخفي على كيفها؟ يا باطل. لك انت متاكد انك شفتها فاتت على بيت عمتي موضح؟ لك انا شلون؟ يعني بلا ما نقودي رايحه على البيت والبيت ما في حدا، بقى شو رايحه تساوي هنيك؟ ما بعرف ما بعرف. علي الحلال رح بتجنني يا رويدة، لك رح بتطق لي عقلي. الناس بلا للناس يا ابن عمي، يعني مين ما شافها رايحه بده يظن فيها مشكل ملون ولا انا غلطان؟ لا ابن عمي ما انا غلطان، لك علي الحلال انت غيران علي وعلى شرفي وعلى عرضي وعلى كرامتي اكثر مني. بخاطرك. طب محجوب يستر على عرضك، هي حربة مكسورة، احكي مع حبر منيحة. منيح؟ لك أنا منيحة، أنا منيح، لك هي ما عاد يزبط معها غير الذبح. Thank you.
شو عم تساوي هون؟ جيت اشطف قد ديارو وإزي سرقناه. شو عم تعملين؟ شو عم تعملين؟ عم بشطف. لا أنا اللي بدي أشطف. شوفي خير، شو القصة؟ خير شو شوفي؟ خليها شوف. يا رب يا رب خير يا رب. قولي أنا أمتي. ستر العقبي. العقب العرض. اللهم عزيزي يا رب. اللهم عزيزي يا رب. لا شو طلعك لهون عبدو؟ شعنا اختي ولا حرفي. لا مالك حرف، الحرمة دخلت علي وصارت بحمايتي. لا يا ابني لا، ليش هيك عم تساوي؟ لا يا عبدو لا، لا يا ابني لا، ليش هيك؟ فوتي متي على بيتك، فوتي وسكر الباب. تعال معي عمي على المضافة، تعال عمي الله يوفقك، خليني اخذ اختي وروح. لا تعلق على المضافة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الله يلعن الشيطان وساكن. شيخ هلا شو فيها اشكال؟ اختك راحت لبيت عمتها بغيابهم وشطفت لهم البيت. يا عمي ابلطفي الله يوفقك ويرضى عليك، اختي من بيتنا ما بيصير تطلع من دون اذني. اشكال هيك؟ اختك ما اجت لوحدها البيت، اخوك رشدي هو اللي جابها، انا شفته. لو كان عقيد لو كان، شو هالحكيات؟ اختي ما بصير تفوت على بيت ما في حدا، بدك الناس تجي معدلنا؟ ابن عمك صفوان هو اللي معبي لك راسك وين؟ لا 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 صفوان ما دخلوا. لا دخلوا، انا شفته عم يلاحقهم من بعيد لبعيد. لعنة الله عليه هذا صفوان، طوال عمره ما حضر فتنه وشر. الفتنه اشد من القتل يا ابني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لك انت ليش عم تضرب اختك؟ لك سكوت ولا انا عم قلت لك سكوت؟ عم اسكت يا جماعه. وعجاج اول ما عمرك عقيد. ربي يا سيدي الله ولا ما لطفه فيه يا رب. كرمال الله سامحيني. لا اخي لا، انت ما دخلك، ما لك ذنب اللي صار. بلا الحق علي، انا ما خليتك تقولي لعبده انه بدك تيجي لهون. لا تقبرني لا، انت ما لك دخل، هو عبده قلبه معبى علي، هو وفيقه وبيت عمه. طب من شان شو؟ ما بعرف. قومي يا اختي قومي. رويدا شو رايك نعيش انا وياكي هون ببيت عندك؟ هيك وهيك البيت فاضي. لا اخي لا، ما بترك امك واختك تحت رحمه هدول الانجاس. لا اي والله معك حق. يلا اختي قومي اطلعي البسي ملايتك. الله يهديك يا صهري على هالعمله، حرام اتركها تروح عن بيت حماها. شو عليه؟ ما بصير يا مرت عمي ما بصير، هذا كان بيت حماها وهلا بطل، خلصنا من هالطابوسة، شو أخذها لهنيك؟ اف وبعدين؟ الله يكون بالعون، أنت ناقص رويدة وقصص رويدة. لك آخ يا مرت عمي آخ، الله وكيلك انتفخ قلبي. صهري مريني مرت عمي. شو رأيك تجوزها وتريح حالك؟ إيه ابن عمي، جوزها لرويدة. يا ريت، هو أنا طالع بيني شي. الحق معك تقبرني، المشكلة إنه أرملة، البنات ما عم ينفقوا، كيف الأرامة؟ قلتك أرملة. صهري شو رأيك أحكي لك مع صفوان؟ بركي ها بركي بيرضى يتجوزها. صفوان؟ إيه يعني إذا تجوزته بركي بتجيب لها شقفة ولد، منه بتلتهي فيه ومنه بترتاح شوي. يا ريت أخي صفوان يقبل يتجوزها. مرت عمي هلا صفوان هو قال لك انه له خاطر برويدا؟ لا تقبرني، هو ما له خاطر لا برويدا ولا بغيرها، بس يعني انت اذا بدك انا بخليه يطابق معنا، شو رايك؟ إيه ليش لا؟ صفوان شاب قبضاي ومعدل ومن لحمه ودمه. يعني احكي معه؟ ايه مرت عمي احكي معه. بس والله خايفه. من شو خايفه؟ يعني يقوم هو يقبل يتجوزها وهي ما توافق تتجوزه، ما بدي يصير معه مثل هذيك المرة، ما بدي. لا لا، هاي المرة غير هذيك المرة مرت عمي، هاي المرة أنا الآمر الناهي بالموضوع، شيء أنا ولي أمره. أي يعني احكي وقوي قلبي. أيامه أيامه احكي احكي أنت مع صفوان، ونحن هون بنقنع على رويدة. أي ولا يهمك.
أنا بدي أسمعها من جوزك، هو الرجال، هو صاحب الحل والربط. شو قلت مرت عمي؟ قلنا لك احكي، أنا الآمر الناهي. شيء